انا بتشتت انا طبعا اول شيء يعطيكم العافيه شكرا جزيلا لاتحاد إلاف على استضافتنا اليوم وهذا العمل المشترك الحقيقه. بتشكر الدكتور هاني الحقيقه هو صاحب المبادره الرئيسيه. الدكتور هاني هو صاحب المبادره الرئيسيه الحقيقه لم يأنوا جهدا دائما في تواصل بينه وبين وقت بيكون عنده دائما تفضل وقال لي يا رامي انا جاهز لخدمه الاهل السوريين الحقيقه. فإله منا كل الشكر والتقدير. انا ما بدي صراحة احكي الخطابات بس رح اقول شغلي. نحن السوريين ربما 50 سنة أثروا فينا من ناحية العمل الجماعي وإنا تقريباً أكثر من 4 سنوات نحن نقول فكرة الاندماجات وفكرة العمل الجماعي بين الناس وكذا. لكن حقيقة ما حد يبلش خطوات عملية حقيقية بهذا الموضوع. اليوم بعد 7 سنين من التشتت والفرقة وهي دائماً الدكتور هاني بقولها إذا اتحدتم ستنجحون وإن لم تتحدوا فلن تنجحوا وهي دائماً كلمة صارت معروفة. نحن في على سبيل المثال اتحاد منظمات المجتمع المدني نؤمن بالشراكات. حقيقة نؤمن بالشراكات واللي بيعرف واللي حضر عندنا دورات تدريبية دائما وابدا يدعى الى هذه الدورات اعضاء الاتحاد وخارج اعضاء الاتحاد بشكل دائم. الحقيقة هذا احد اهم المبادئ اللي بنشتغل عليها وعندنا اصلا نحن هدف من الاهداف هو التشبيك والتنسيق ما بين المؤسسات حتى ولو كان خارج الاتحاد. إذا اليوم في بادرة كانت طيبة الحقيقة مع اتحاد إلاف عملنا هذه الورشة سميناها ورش تبادل خبرات العمل الإنساني لنستفيد من خبرة الدكتور هاني الحقيقة اللي كان مؤسس لأكبر نحن نعتبر أكبر منظمة عربية بصيغة دولية منظمة الإغاثة الإسلامية والإسلامك ريليف. اليوم الإسلامك ريليف موجودة الحقيقة حول العالم فعلا في شيء اسمه إسلامك ريليف وورلد وايد. نتمنى نستفيد احنا من تجربته ومن خبرته وعلى فكره كنا في الدكتور هاني كان في اورفا مشهورا وحضر يومين تدريبين هنا في مناطق اصبحت بحاجه فعلا الى هذه الخبرات كاورفا وعتاي وكلنس ولازم يكون في برامج اتحاد الاف قلنا في اتحاد الاف لازم نبدا برامج هون في كلنس تكون حقيقيه لا نوازي فيها بعض المدن اللي صار فيها فعلا الناس فيها بروفيشنال. ما بدي اطول انا دكتور هاني شكرك مره ثانيه وبدعيك لانك تبدا محاضرتك. استاذ اسعد عندك شيء؟ لا طيب تحياتي تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. أنا سعيد إن أنتوا سمحتوا لي إن أنا أجي أتكلم معكم ونعيش مع بعض الساعات القليلة دي عشان نستفيد من خبرات بعض. المحاضرة دي أو الكلمة دي هي جزء من التحديات اللي بتقابلنا لكن هي التحديات الشخصية لكل واحد فينا. قبل أن نتكلم عن تحديات المجتمع وقبل أن نتكلم عن تحديات الجمعية. أنا بتكلم عن تحديات أنا الشخصية. كل منا عنده عورات ولا يريد أن يطلع عليها أحد. لذلك ما بيسموه عورة بيخبيها. وحصل لنا وقتها السنة اللي فاتت في السودان إن الإخوة في منظمة الدعوة جزاهم الله خير عملوا لي تقدمة يعني ما تتقلش 5 دقايق. فانا قمت قلب المحاضره سميتها دي عورتي. الشخص اللي هو قدامكم ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا مش كده برضه؟ فلابد ان انت بتعمل في المجتمع فانت ملك للمجتمع. تعمل في شركه خاصه فانت ملك للشركه الخاصه. تعمل في شارع فانت ملك للشارع. حتى بتعمل في بيتك فانت ملك لاسرتك. اولادك لهم حق عليك الا تصبح انسان سيء لانهم حيوصموا بك. سنوصم بابائنا ونوصم بامهاتنا. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتكم. الرجل في بيته والمدرس والحاكم وكذا 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 كل هذه الاشياء. فما بالك بقى اللي واقف على منصه المجتمع بيقول انا اللي هساعدكم وانا اللي هقف جنبكم
وانا اللي حناصر اليتيم والارمله والمسكين. لو ما كانش هذا الشخص على درايه بان المجتمع ده ينظر اليه ويسمعه باعينه فهيبقى الامر مش جيد بالنسبه للجمعيه بتاعتنا. لذلك حولنا المحاضره في السودان من محاضره في الاطراء الى محاضره في الاسراء عن اخطاء بتاعتنا. قد يكون الانسان سيء جدا يعامل الناس بالمجتمع بالابتسام وكذا وكذا ويجي في البيت يضرب ولاده ومراته. ده بيحدث. خليكم خليكم لاهلي. وانا خليكم لاهلي. الرسول صلى الله عليه وسلم مش انا طبعا. وهكذا. فدي كانت الفلسفه بتاعت الفكره ان احنا لا حد فدنا الايات القرانيه اللي احنا حفظناها ولا حد فدنا الاحاديث اللي احنا حفظناها ولا حد فدنا الامثله والسيره اللي اتكلم عنها اخونا في غزوه الخندق بلاء الدين اللي احنا بندغدغ بيها عواطف الناس ولا ندغدغ بيها عواطفنا. فاول تحدي بالنسبه لنا هو عورات كل واحد منا. انا هتكلم عن عوراتي انا شخصيا ومن اراد ان يراها هيلاقيها ايه؟ موجوده هنا على الحيطه. عجبتك؟ ايه؟ لا الحمد لله مفيش اخوات هنا. لا انا احمد تعرف؟ اتفضل تعالوا امشي ولا كمل؟ لا لا كمل انت ازاي؟ انا ازاي؟ طب اقلب الصفحه مين اللي بيقلب من الاخ اللي قاعد؟ قاعد بتتفرج؟ طب مين اللي هيطلع العوره؟ ده اسم العوره يا وقايه والعيب في الشيء هي كل بيت او موضع فيه خلل يخشى دخول العدو منه وعورة الزبال في الشغل، ده من المعاجم العربية. تطلق على كل ما يستحي منه إذا ظهر، وتطلق على العيب لأنه ينبغي من القول لخلوه من الصلاح. ده لغويا، العورة لغويا. عن المفضل أصلا الدراع عنه قال: كل أمتي معافد إلا المجاهرون. كده رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المجاهرون؟ قال الذي يعمل العمل بالليل فيستره ربه عز وجل ثم يصبح فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا وكذا فيكسب ست ارباع. ده المثل بتاع الكلام اللي هنتكلم عنه. انواع العورات في عورات جسديه في اجسامنا احنا في عورات اسريه داخل الاسره الابناء الاطفال اللي كذا عورات اخلاقيه هي فيا انا شخصيا او عورات مجتمعيه للفراغات اللي موجوده في المجتمع والامراض المجتمعيه احنا هنتكلم على ايه؟ سايكو سوشيال سبورت كنت بتتكلم عنها الامراض الناجمه عن الحروب. انت دلوقتي لما تخرج بمجتمع سوري جزء منه في الشتات داخل سوريا في النزوح في كم كانتون او في كم مخيم او في كم في كم في كم في كم الى اخره واجزاء اخرى في الاردن وفي تركيا وفي لبنان وفي بلاد اخرى في السودان بس مش محلتهم ازاي لما تيجي هؤلاء الناس بعد ما خرج من السجون او الى اخره كل واحد فيه عنده مشكله لم تكن موجوده في المجتمع قبل ان تحدث ايه الحرب وتحدث ايه المصادمات العسكريه. ودي في المجتمع كل يوم المجتمع بتاعنا بتطلع فيه عورات جديده بناء على احكامنا للتعامل مع المشاكل المجتمعيه، دي انواع العورات ممكن تزيد منها كما تشاؤون. تزيد وتفيد زي ما انتم عايزين. موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع السيده صفيه ام المؤمنين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبيه على الصدقه فقال هذا لكم وهذا اهدي الي. يعني بالنسبه لعمال الجمعيات صح؟ بالنسبه لعمال الجمعيات احنا قاعدين في وسطهم دلوقتي هذا اهدي الي. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال العام نبعثه فيجيء ويقول هذا لكم وهذا وحدي علي الا جلس في بيت امي في بيت ابيه فانظر ايهدى اليه ام لا ولد نفس محمد بيده لا نبعث احدا منكم فياخذ شيئا الا جاء يوم القيامه يحمله على رقبته ان كان بعيرا له لغاء او بقره لها خوار او شاة مقيعه فرفع يديه حتى رايت عفره ابديه فقال اللهم هل بلغت السلام. يعني معناها العمل المجتمعي ليس ملكا.
كسب المؤد. لذلك الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا بيخفوا ويحاسبوا أنفسهم على كل ما يأتي لبيت المال قبل أن يأتي إلى بيت المال. والمثل في سيدنا عمر، والمثل في سيدنا عثمان، في سيدنا أبو بكر، وكل الخلفاء وكل العمال. سيدنا عمر مش كان عندكم؟ مين اللي كان يخرج متأخر في النهار ثم يخرج لا يخرج يوم واحد في الأسبوع؟ سعيد بن عامر؟ نعم. تقول سيدنا عمر؟ ها؟ ولي حمزة. ولي حمزة. عندك يعني؟ وأنتم شفتوه واشتكيتوه. الراجل قالكم؟ ما عجبكوش. ده من حلب طيب فين حمصنا؟ حمصنا. قالكم سعيد بن عامر. كان يطلع من النهار يجي لكم متأخر. يخرج على الناس متأخر وينفذ الأسبوع ما ياخدش، وكل ما هو عايز وسطهم تجي له رعشة كده كأنه عنده صرع، صح؟ نعم. فراحوا لسيدنا عمر يقول إيه الموضوع؟ جبنا راجل يدي وصفاته. فتقول سيدنا عمر فقال هل شكوك علي؟ قال نعم. قال له أما بالنهار فأنا أخدم زوجتي أو أعاون زوجتي في منزلي قبل أن أخرج، واما انني لا اطلع عليهم نهارا في الاسبوع لانني ليس لي الا ثوبا واحدا فانتظر فاغسله فانتظر حتى يجف. واما ها حتى لو حد حافظ الحديث مظبوط يقوله تذكر خبيب وقت صار ابوه. ده الثالثه. اما الثالثه فانني كلما كنت كافر وكلما تذكرت خبيب وهو يقتله المشركين لم اتحمل نفسي واحاسب نفسي على ما كنت عليه من شركي ولا منصور. ده اللي انتوا اشتكيتوا لسيدنا عمر. راحت الشكوى وقال له والله ما ارجع تاني لحمص ولا لسوريا ولا الاماره وخلاص اعتزل الاماره. اعتزل الاماره. دي شخصيه الانسان اللي بيحاسب نفسه قبل ان يحاسب. ها؟ فده جزء من تحديات الانسان الذي يعمل في العمل المجتمعي. عمر الخطاب يا الناس مرأى منكم مقرب في عوجاجة ومرأى في عجلة فليقومه. وطبعا انتم عارفين الحديث القول بتاع سيدنا عمر لقوا عناك بسيوفنا، فحمد الله سبحانه وتعالى عمر على هذا. يقول سكرا ارجع بقى ثاني. هو كان في طبعا 12 13 نقطة مش موجودة هنا. أول حاجة في تاريخنا في الإغاثة الإسلامية عشان أتكلم عن نفسنا عوراتي، كنت إنسان شديد جدا شديد جدا لدرجة إن الموظفين كانوا بيخافوا مني. والموظفين أحدهم تبول على نفسه تبول لا إرادي حينما سمع بمروري وكان في الحمام وكان بجد. فهذه شخصية منقوطة لأول عيب. اكتب إنسان يعني يخيف أن يعملون معه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كثير من الأحيان كنت أعمل بدون برامج وبدون خطط وبدون استراتيجيات وبدون ميزانيات. ففي أحد الأعوام عام 1995 أدخلت المؤسسة في مشكلة نفق، لأن المال مفيش في الإيه؟ في الحسابات. اثنين، نتيجة إن إحنا أنا كنت بصرف يمينا وشمالا دون الرجوع للمحاسبين. كادت الإغاثة أن تغلق عام 1995. ليه؟ لأن الرئيس محدش بياخد دمه. هذا مبلغ ياخده. هنروح هنا اسمع. وأصبح الرئيس المهيمن يأخذ قرارات خاطئة توجب المؤسسة. أنا كنت أحد هؤلاء الناس يرحمكم الله. الشيء اللي بنتكلم عنها اللي هو حب التكلم وحب الرئاسة وحب أن يستمع إليك وحب أن تسمع للناس. كان الناس دائما يقول لي كده، ليه أنت ما تسمعش كلام الناس ولما تتكلم تحب الناس تسمع كلامك؟ ده كان موجود تماما
في الرئيس اللي هو انا بتكلم بيه عن نفسي. ومن ننظر لمثل هذه الاشياء نجد من الذي ادخل المؤسسه في نفق مظلم؟ الشخص الذي لم يربعيه له. ناخذ قرارات بدون ان يكون عندنا لها دراسه. بدون ان يكون عندنا لها دراسه. يعني كم مره في مشروع عملناه قبل الشتاء او حاولنا نعمله قبل الشتاء بشهر او بشهرين في البوسنه للحطب والميه. المشروع كنت عايز له قبلها بسنه. وتبتدي تسوق له وتجيب الاموال بتاعته في الصيف او في الخريف عشان تنفذه في الشتاء. فنزل المشروع وفشل المشروع. وكل الاموال اللي صرفت عليه راحت. ليه؟ لانه فشل ما قدرش يجيب فيه اي مبلغ من المبالغ اللي بنتكلم عنها، عدم التخطيط الموجود عندنا هنا. ساعات الانسان في المؤسسه بتاعته من عوراته، ازيك يا دكتور عبد الرحمن؟ السلام دكتور. في عوراته انه بيعين من يعرف من الناس ليس من عندها القدره على العمل. ده اللي بنتكلم فيه عندنا بالنسبه لمثل هذه الاشياء. يعين من يعرف لا يعين من هو الاكثر قدره وقدر. عدم معرفه مناخ الدول اللي احنا بنشتغل فيها، الاثنيات، التقاليد، العادات، كل هذه الاشياء تحديات، كلها تحديات. ندخل في مجتمع قبلي ما نعرفش مين رئيس شيخ القبيله او شيخ العشيره الى اخره، ومتخطاها. وده اللي كان بيحصل فيه كتير جدا ان انا ما اعرفش التركيبه الاجتماعيه او الثقافيه او العرقيه او الاثنيه الى اخره. ده بالنسبه للكلام بتاع التقدير والتحضير للبرامج اللي احنا بنعملها. انا اتكلمت على الصرف المال، عدم التخطيط. في مثل الاسامي تفرعات كثيره. اتفضل. اذا حكينا من الاسميات بالعرقيات، المناخير قائم الان في الارض وعلى الساحل، كل اللي تكلم عنه وضع مناخير معينه. عدم معرفه، عدم معرفه، يعني عدم قدرتك على ان تتعامل مع جميع الاطياف الموجوده في المجتمع. التبوأ للسلطه او التبوأ للقياده او التبوأ للعمل. صح؟ ازاي؟ يعني انا دلوقتي نصبت نفسي على مكان انا لا اعرف فيه الا الخلافات الكثيره داخل المجتمع. تفضل. يعني شو السؤال؟ انا نصبت نفسي. انت نصبت نفسك بمكانك لا تعلم شيء عنه. ومعازل الجبل ناحيه اليمن لا يعلم شيء هناك. لكن استطاع ان ايه بقى الفرق بيني انا وبين معاذ الجبل؟ لا لا معاذ الجبل انا انا معاذ الجبل لما توجه كسفير خرج برساله ومؤمن بها وبتوصيات هو موافق عليها. ايوه. ادى الهدف المشروط المطلوب. اما انا؟ انت اذا كنت مؤمن. لا 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 سيبك من مؤمن بها. مؤمن بالهدف. لا لا ولا دي. يعني لازم يكون عندك ادوات ووسائل تفهم بها المكان الذي انت موجود به. وان لم يكن لا تفهم. ولو ذهبت تدخل من خلال الاشخاص. تدخل من خلال الاشخاص. انا بتكلم بافرض نفسي على المجتمع. تدخل من مش جاي. شفت بقى؟ كم شفت العمر؟ انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم ان انا رئيس جمعيه ما عنديش كل هذه الخبرات، وفي نفس الوقت انا بافرض نفسي وبالزمكم انكم تسمعوا كلامي. عشان نقول هذا، يعني هذا نقول خاطر. كيف تغيروني؟ في المعجزات يعني نعمل ثوره عندك. نتكلم عن المشكله وحلها. كيف نغير؟ كيف تغيرني؟ والله حاليا بسوريا ما في غير المظاهرات. لا انا بتكلم عن الجمعيه.
كيف تغيرنا من الرئاسة الجمعية؟ أنا يعني أنا باعتقادي إذا كانت الجمعية مش على أساس هيئة عامة وعلى أساس كذا فبالتصويت ممكن إنه يختار رئيس أكثر. أما إذا كان أصلاً هذا الأمر ما موجود فأنا بدون قطيع يقاد من بواسطة شريعة سجل مكتبي. طيب. والمحسوبية والصداقة والشلالية في حفل الجمعية. طيب في عندنا أي حل ثاني بالنسبة لهذه المشكلة؟ مشكلة إن أنا رئيس الجمعية وإنكم كلكم يعني محرجين مني ومكسوفين تكلموني ومضطرين تتعاملوا معايا، هتغيروني إزاي؟ مجلس إدارة المنطقة الحالي إنه أي جمعية عم بتجيب دعم فبالتالي باقي موظفين وهم اعضاء فاعلين وعندنا دور الراي حسب النظام في انظمه الاهليه تحكم فرص العمل. بكل احتكار في شخصين في شخصين فبالتالي الامور تخرج عن هذا فبالتالي يا اما عمل مؤسسات يا اما عصابات. واللي حاصل دلوقتي هو ايه؟ في يعني نحن طالعين من مرحلة تاريخية يعني بدنا فترة حتى إنه نتدرب على العمل الجماعي لأنه بالأساس اجتماع ثلاثة لا يجوز حول فكرة واحدة فبالتالي المنظمات المجتمع المدني منظمات جديدة وثقافة التقنين والتجويع لا زال انصار فينا. طيب عايز تقول حاجة؟ بس حسب الجمعية حضرتك كان في شخص من الجمعية والجمعية بالشخص ما لا يمكن تغييره. إذا كان في الجمعية على أساس كما قلنا إنه مجلس إدارة ويمكن طريق مجلس إدارة تغيير رئيس الجمعية. إذا كان هذا عمل والواقع الحالي إيه؟ غير مؤسسة. غير مؤسسة. يبقى إحنا بنتكلم إحنا عندنا مشكلة داخل الجمعية اللي هي مشكلة الشخصنة ومشكلة اللي هو الصحوبية ومشكلة المجاملات. وده لا يخدم المجتمع. ده يخدم المجتمع على الإطلاق. أو مشكلة أخرى، مشكلة الحزبية، مشكلة الجماعة اللي عاملانا، مشكلة الفئة اللي احنا نمثلها سواء كانت فئة دينية أو فئة إلى آخره يعني. وده برضك تحدي تاني. احنا بنتعامل مع المجتمع. المجتمع ده اللي حق علينا إنه يعرف كل شيء داخل الجمعية. رئيس الجمعية بيجيب الفلوس، مثل كان هذا الكلمة دي. بيجيب الفلوس لمين؟ حسب بيجيب الفلوس لمين؟ عشان هو يشتغل. لا 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 أنا بجيب الفلوس لمين؟ الجمعية حتى تحقق الأهداف الإنسانية في المجتمع. يبقى أنا خدام عند الجمعية. أنا شخصياً كرئيس الجمعية لو أنزل بدون اسم الجمعية مش هجيب ولا مليم. وده اللي إحنا دايماً بنتكلم فيه مع الناس اللي هم في مجموعة التبرعات. يقول لك انا هاخد 10% من التبرع على جثتي. ليه؟ لان انت بتستعمل ايه؟ بتستعمل اسم جمعيه معتمد وموثوق فيه، فانت مجرد سفير للجمعيه. انت تاخد راتبك فقط. لكن في بعض الجمعيات تقول لك طب انا هديك على كل 110، لا. الموضوع اللي احنا رفضناه من 30 سنه او من 25 سنه. نرفض ان اي حد يجمع تبرع للجمعيه وياخد منها نسبه، لكن هو ليه مرتب يكفيه على حسب الوصف الوظيفي بتاعه. ليه؟ انا لو رحت كعين البنا بدون اي اسم محدش هيديني فلوس. لو رحت اتكلم حاجه لنفسي انا الشخصيه يمكن حد يتعاطف معايا ويديني حتى مبلغ قد كده. لكن لو رحت بتكلم عن قضيه سوريا ولا قضية فلسطين ولا قضية العراق ولا قضية اليمن إلى آخره باسم جمعية محترمة فكل قرش داخل مش لأن أنا هاني البنا لأن دي الجمعية ودي القضية وأنا مسؤول أمام الجمعية مسؤول أمام المجتمع مسؤول أمام كل يتيم وطفل وأرملة أنا جمعته باسمهم الحساب. الصور ده أنا بوريها لهم بعد النساء والأطفال دي بوريها لهم كده عشان يتفرجوا عليها ولا بقولها لنا نفس الصورة دي سيجعلها الله سبحانه تنطق أمام الله أمامي يوم القيامة ويقول لي أنت كنت تكذب في هذا اليوم. كون رئيس الجمعية بيجيب فلوس على عيني وراسي. عايز تقعد تجيب فلوس من غير ما تقول رئيس الجمعية تقعد مش عايز ألف سلامة.
أنا لما جيت استقلت طلعوا عليها إشاعات. أنا شخصياً ده عورة من عورة تانية. لقيت أنا بتتكلم أكيد مش بتتكلم بس في بريطانيا. بتتكلم في دول عربية كتيرة. أكيد حط إيده على فلوس. أكيد عمل شيء. أكيد علاقة بينه وبين بعض النساء إلى آخره إلى آخره إلى آخره. يعني هو ما فيش حد يمشي من جمعية وأدى مهمته لما يطلع فضيحة. ودي عقلية الناس اللي بتتفرج عليه. هم نتكلم إحنا بالتالي رئيس الجمعية اللي عايز يخدم الجمعية لابد يخدمها فترة محددة ويمشي. ويقوم بالخدمة كمتطوع بعد ما يبقى لسه بعد ما يسيب رئاسة الجمعية. الأبدية من خلاص ما دي عورة. دي من أكبر العورات اللي هنتكلم عنها، من أخطر العورات. يعني أنتوا بتتكلموا عن أنظمة سياسية ولما نتكلم إزيك أنا بتكلم النهاردة عن إيه؟ عن إني أنا شخصياً. إنه ما بيصفع فيه ولا زلمة يعني. أنا شخصياً من كان سيغلق الإغاثة في 95. أنا شخصياً. شفتوا بتقولوا علي كذا أعوذ بالله مش لازم يعني. والمؤسس الآخرة لكن تصرفت بتصرفات غير مدروسة وأنفقت أموال بدون أن أدري من حسابات وكانت الجمعية أن تغلق وقعدنا يمكن ست أشهر محافظين على المكتب الرئيسي عشان ما يتهزش وكان كل الشباب اللي شغالين في المكاتب الميدانية أنفقوا من أموالهم الخاصة اللي هي كانوا إيه يعني في الحسابات بتاعتهم مقتصدينها يعني ربطوا الحجارة على بطنهم وصبروا لغاية ما خرجنا من الكبوة دي كلها وحصل بيني وبين اللي هو المدير المالي شفرة كده قلت لهم ما تقوليش كم المخزون الاحتياطي اللي عندك في الجمعية يعني لما تقول لي في فلوس كتير قد كده ايدي بايه؟ بتلعب واخد بالك؟ وفضل يمكن سنتين ثلاثة أنا مع يكون أنا ما أسألوش هو ما يقوليش وأنا ما أسألوش هو ما يقوليش لغاية ما تعافت الجمعية وقدرت تقف وتستمر المسيرة اللي بنتكلم عنها فين النهاردة ولا امبارح وهو ده لكن مين اللي أخطأ؟ أنا اللي أخطأ مين اللي أخطأ؟ أنا اللي أخطأ فلذلك ما فيش حاجة اسمها أبدية اتفضل أنا بس اللي عمل ده يعني فتح شهية العورة الكبيرة اللي هتصيبنا نحن كمنظمات عندك انت انت بتكتب سياسات معينة وبتكتب لحالك ما شاء الله عليك وبتجي انت نفسك بتخرق السياسات اللي انت كتبتها صح نعالجها ازاي دي بقى اذا الانسان هو لم يتبع السياسات نعمل في ايه؟ احنا هل احنا عندنا قدرة على فصل الموظف او على تحجيم اللي هو رئيس المؤسسة؟ ما لو ما عندناش القدرة خلاص ما تشكيش المشكلة في ايه يا اخي الفاضل؟ نحن نحط السياسات جميع ما القرآن موجود مين اللي بيعمل في القرآن مننا؟ في بعض الأئمة والفقهاء بيفصلوا الفتوى على حسب رغبة الشخص أو رغبة المسؤول إلى آخره فإذا كنا احنا زيهم نشتكي ليه بقى؟ ده يعني الجلسة دي مش عشان إلا إن كل واحد فينا ينظر لنفسه يعني نتكلم عن سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم نتكلم عن سيدنا عمر بن عبد العزيز نتكلم عن كل سعادتنا عن كل هؤلاء الناس نقعد نعيط طب بعد ما عيطنا عملنا ايه؟ بعد ما حجينا عملنا ايه؟ بعد ما عملنا عمر عملنا ايه؟ وهكذا فإذا لم يكن هذه القصص والعبر والشخصيات تغير من سلوكياتنا فما ربنا سبحانه وتعالى لن يبارك فينا الأمر المهم في الموضوع ده إن أنا أتمثل يعني في حاجة من الحاجات أنا كنت مجرم كمان نسيت أنا الإجرام بتاعي أنا اتجوزت بس أنت ما بقتش الدخل ما بقتش عندك ما عزمتنيش عزمتك بس أنت خدتش المهم تعرف أنا استقبلت مراتي وهي جاية وكانت قعدت في شقة كده في المستشفى كنت مجرم أنت اتجوزتك؟ أنا كنت بروح أقول لك أنا كنت مجرم إزاي؟ مع زوجتي كنت مجرم مرتين هي بتسمعك كل وقت ها؟ ليه ما تسمعش حقا انت نشط؟ المرة الأولى إن أنا كنت حاطط عندنا كده الصالون يعني في 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 البيت مش بيت هو يعني في الشقة وعلى التلفزيون عامل التلفزيون ناحية القبلة فوق التلفزيون في صورة، الصورة دي كانت صورة مين؟
صورة. صورة مين؟ محبة واحدة ست بتحبني يعني؟ صح ما حبة سابقة لا صح. يا وديك انت انت ما حصلتش دي انا يا بس مش للدرجه دي يعني. اي حد ثاني يقول لنا صوره من الشارع صوره والدتك والدتي لا دي مش وحشه حلوه صوره من مجال عملك مجال عملك صوره شاب افغاني محروق بستقبل مين بستقبل بالصوره دي بستقبل مين واحده فرحانه وجايه بريطانيا وجوزها دكتور وتخش الكوت او انت الصالون تلاقي واحد محروق لا اللي اتقلب دي ولا لا ها هتقولوا انت دخلت جوه الغاز فورا لا ما كنتش لسه لا انا قبل ما اشتغل في الغاز نفسها دكتور تخيل قد ايه مش مراعيه شعور المرأة اللي هتكون شيك حياتك وحطها على الابنة كل ما صلت تلاقي اشتغل في الشهر. يعني ده ممتاز. الأمر الثاني إن أنا بعد الدخلة بيومين ثلاثة رحت للشغل. فالراجل اللي هو اللي كنت بشتغل معاه بص له ما كانش يعني كان مش مسلم قال لي أنت جاي تعمل إيه؟ قلت له جاي أشتغل أنا أمشي. طردني من المستشفى وقال لي روح أقعد مع مراتك يومين ثلاثة وبعدين أرجع تاني. فحتى ما فيش فرصة انك تقعد معاها يعني تفرحها انها جاية من بلد يعني ايه الاخلاق الزفت دي؟ ايه الاخلاق الزفت دي؟ تقول لي يا عم بتاع واحد ثانية والله دي مستوى اقل مستوى زفت شفت قد ايه؟ فدي حاجات الواحد ايه لازم يتكلم عليها عشان الناس تاخد بالها منها بالك؟ اتفضل يا اخرام انت كنت عايز تتكلم انا والله اتكلم منها عشان لا انا الحقيقة لانه هل هي ظاهرة الثقافة يعني هو بده يكون عنده هذه الثقافة وبالمقابل الموظفين بيقول لهم لإلهم كمان هذه الثقافة أنا بعرف هون في ناس بالقاعة الحقيقة وصلت لأعلى المناصب وصدقني زهداني فيهم يعني ما بدنا نحكي عنه وهو بيعرف حاله تلاقي الناس بتقدمه وصدقني كان رئيس جمعية وصار عضو عادي في الجمعية ولا يزال يدعم هذه الجمعية نذكر اسمه يا دكتور ولا بلا؟ أنا أقصد هذا يعني هذا الطبع اليوم موجود المفروض يتعمم على الجميع، أنا هذه الجمعية أخدم فيها أهلي وإخواني وإن كنت الرئيس ولا كنت العضو ولا كنت حتى موظف عادي المفروض يكون عندي هذه الثقافة. هي طبعاً للأمانة نحن أخذناها بنسميها يعني تدريبات تدريبات تدريبات. اليوم صرنا لمرحلة يعني أنا شخصياً أحدث عن نفسي وذكرت له هاي المخاوف انه انا خمس سنوات اليوم في الاتحاد طب والله يعني خلنا يعني نبدل او يصير في دماء جديد وحتى قايل له على الدكتور عبد الرحمن مع انه انا لست من اصحاب القرار ولست من جميع اموال الاتحاد او انا يعني اعتبر موظف لكني احمل رساله هذا الاتحاد انا بعتقد من يحمل الرساله زائد هذه الثقافه هاي العمليه حتخلينا نستمر كلنا كجمعيات ولذلك اليوم فكره حتى وقت عم يقول الاندماج كل واحد راح يتنازل عن جزء من كينونته للآخرين مقابل إنه المجموع كله يستمر نتمنى هاي الثقافة دكتور إنه تصير عنا ونقدر حقيقة ننطلق بتلاحظوا أنتوا يعني حتى على مستوى الوزراء يعني وزير حدا من بآخر محافظة عمل شغلة تلاقيه مستقيم ثاني يوم ما بيكتب وزارة يعني فعلا هي ثقافة مجتمع بينما نحن مليون شهيد مليون جريح وما حدا استقام ولا حدا طلع ولا حدا يعني سوي انقلاب فهي سوي انقلاب وبنحرر تفضل الله بس تكون الاربع زوجتي عم تقولها بالمستقبل يلا معك انا هلا ارجو العذر عشان يا ولد وتبقى عندنا بالبيبي ها اتمنى يا ولدي بدي اركض زي الاول بالتوفيق ان شاء الله تجيب البيبي معك ان شاء الله تيجي معنا البيت بس ان شاء الله السلام عليكم طبعا النموذج اللي حكى عليه الاستاذ انه يبدو انه مجلس الاداره او المؤسسين هن اللي عم يديروا المنظمه وانا بتوقع انه هذا خطا كثير كبير
نحن حتى توصل انت لنوع من الحوكمة، نوع من الشفافية، انت مجلس إدارة تحط السياسات، تكون مشرف على العمل وبتجيب مدراء موظفين هن اللي بيديروا، هن اللي بيجيبوا الأموال، ولما بيخطئوا بتشيلوا بكل سهولة وبتجيب حدا محله. فلما انت عم تدير منظمة وانت المؤسس، فما بقى حدا يقدر يشيلك، ما بقى حدا يقدر يصوب لك أخطاءك نهائيا. كويس. هو الفرق ما بين مجلس الإدارة ومجلس التنفيذي ان مجلس الإدارة بيراقب الاستراتيجيات وراقب العمل التنفيذي ولا يتدخل. المجلس التنفيذي يعطي له الصلاحيات ويتابع اللي هم المدير التنفيذي او العمال او الاخر. ما يبقاش رئيس مجلس إدارة قاعد في الجمعية. او عضو مجلس إدارة قاعد في الجمعية. يعني في مشكلة من المشاكل اللي عرفوا عليها ومن اكبر المؤسسات اللي احنا نعرفها الإسلامية اللي موجودة، أحد أعضاء مجلس إدارة بنته مش بقى متحسن وضع الإيه؟ متحسن وضع اللي هو إيه؟ الأداء بتاع الجمعية في أداء الجمعية. فهنا المشكلة اللي بنتكلم عليها إيه مرة ثانية؟ إحنا مش في التحديات الخارجية، يعني مش معنى إن أنا بجيب الفلوس يبقى أنا اللي حصر الفلوس. مش معنى ان انا بجيب فلوس يبقى انا صاحب القرار الاول والاخير في صرف الفلوس. مش معنى ان انا بجيب فلوس يبقى انا الوحيد اللي عندي اسماء المانحين. لابد لما اجيب الفلوس اخد معايا حد عشان اعرفه على المانحين. اخد معايا حد شخص من الجمعيه عشان اعرفه على المانحين. كنا بنعملها. كنا بنسافر زمان في التسعينات السعوديه والكويت والخليج يعني ثلاثه او اربعه انا احدهم. سهلا بدي الكلام اللي بتكلم لكن اللي قاعدين بيسمعوا فالناس عرفتهم بعد سنه او سنتين كانوا هم اللي بيروحوا لوحدهم. فلذلك رئيس الجمعيه اللي مش عايزه، رئيس الجمعيه اللي ما عطنيش المعلومه من الذي اعطى المال وكيف اتخاذ معه، كل ما اقابل الراجل ده اللي هو المانع لازم اخد معاه رئيس الجمعيه اتكلم فيها. تفضل. بس لنأكد انه احنا اليوم ورش تبادل خبرات. الحقيقه الدكتور هاني بخبرته حيعطينا، ونحن كمان بالمقابل بدنا نقول له ايضا نقاطنا وخبرتنا كمان في هذا الموضوع. طيب احنا كسعوديين كثير من السعوديين يمتلكوا مبادرات فرديه خلاقه وناجحه بشكل كبير جدا. لكن نحن اعتقد ان عمل المؤسسات اللي ما فيش تغيير مع عمل المؤسسات منظمات المجتمع المدني للشباب بشوف في مبادرات خلاقة وناجحة بتكون فردية. يعني بنحاول الجماعة بنحاول نشبك ونسوي عمل مؤسساتي بنشوف بنترك الهدف التسمية اللي هو الجمعية والمؤسسة والدعم ونشتغل في بعضنا أكثر ما بنشتغل لبعضنا. بدل ما نشتغل للمؤسسة بنشتغل نحن في بعضنا أكثر ما بنشتغل في بعضنا. للأسف نحن السوريين دائما يعني مشهورين في هذا الامر في استفادنا وتغيير السوريين بس تغيير عن عمل مؤسساتي السوريين بشكل عام. بشوف مدير جمعيه وسيم الناس اختصر الجمعيه صار جمعيه وهو الجمعيه. وهذا طبعا نتيجه غياب ثقافه عمل مؤسساتي اولا واخيرا. لذلك في كثير من الاشخاص يعني انا عندهم متورم الى حد المرض. للأسف هذا يعني ما يصيب المؤسسات في مقتل يعني. شكرا. طيب في أي تعليق طيب بالنسبة للعورات؟ نعم بس حاولت على اطلاعك أنت بالرسم. في تعليق كمان. تفضل اديها ل سيب أنا أعطيك هذا الصورة ولا لا؟ أنت الأصل. طيب أنا بعتقد الفكرة ترجع للشخص نفسه. هو عقلية قبوله للمحاسبة من قبل الآخرين وأيضا هو يحاسب الآخرين. بمعنى كل ما زادت عنا الوعي وكنا نحن في منظمات كأعضاء مجلس أمناء وكنا نحن أيضا مراقبين من قبل أعضاء مجلس أمناء آخرين ضمن جمعياتنا، فبعتقد هذا بيرتفع بمستوى الأداء. يعني أنا بكون عم راقب فبعرف أنا أنه مش لازم أحول الأمر شخصي بيني وبين اللي عم راقبه، لانه في حدا ايضا عم يراقبني انا ونشوف ادائي باخر العام. وهذا الحقيقه يعني اللي بعتقد يعني بعد هلا 7 سنوات راح يصير لاحقا.
طب اليوم في مبادرات فردية، طيب أوكي هاي اسمها مبادرة فردية، يعني أنت المال وقت عم تطالعه من جيبتك هذا يبقى إلك طالما لم تضعه في الجمعية، لكن مجرد وضعته في الجمعية هذا أصبح مال عام، ولم يعد تقول والله أنا حطيت فلوس في هذه الجمعية وأنا هذا المصاري تبعوتي وهي المال إلي وهذا، لا ما عاد إلك هذا، هذا أصبح مال عام وسيصرف من قبل الجمعية على المستفيدين والمستحقين. فكان الأولى فيك أنت بدل ما تقول، أنا بعرف كثير حالات مجلس إدارة آتلوا بين بعضهم فصار يقول أحدهم للآخر إنه أنا جايب كل هاي المصاري، طيب يا أخي أنت جايبها من جيبتك، طيب أوكي لنفرض جدلا إنه من جيبتك، فبس انتهلت على الجمعية ما عادت لك، ما عادت لك، صارت مال عام وهذا يخضع للمراقبة والمساءلة والمحاسبة من قبل مجلس إدارة، هو والجمعية هي التي تدير هذه الأموال. فهي نقطة كتير مهمة لازلنا نقع فيها، وكتير جمعيات الحقيقة انفصلوا عن بعضهم وتآثروا من بعضهم وفضحوا بعضهم بسبب هاي عدم وجود هذه الثقافة الموجودة. يعني طبعا نحكي عن حالات واقعية كلهم بالحقيقة بالاسم، مش وارد نذكر الأسماء بس أقصد إنه هاي حالات واقعية، ولعل الدكتور عبد الرحمن عنده كتير كان تجارب بهذا الموضوع وشافوا كتير جمعيات ودخلوا بحل كتير نزاعات، هو بشخصه الكريم باعتباره هو أيضا محامي يعني، فبتخيل هذا عم نشوفه في 2 موظفين عجزوا إحدى الجمعيات والجمعية بعدين عجزتهم كله بسبب عدم الوضوح وعدم الشفافية. الحقيقة بنحب كنا في الكرماء في إحدى الشركات قال علينا دين 250,000 دولار دين عليهم دين 250,000 دولار. لمين الدين هذا؟ قال الدين لرئيس الجمعية السابقة عليها كذا إلى كذا 100,000 دولار، ولا عضو مجلس له 100,000 دولار، لا تعطوهم ولا قرش، لا تعطوهم شيء، خلاص حلينا المشكله. هاي الاشكاليه اللي بحكي عنها يا دكتور، هلا اذا كياس هل الدين ده فعلا دين سجل الدين ولا ما سجلش دين؟ هلا هن باوراق الخاصه هو مسجل رسميا، يعني اوراق الخاصه طالع من جيبه بس 100,000 حطه في الجمعيه، هذا الدين لا لازم يستكتب، لازم يكتب لازم يكتب، لان انا ممكن اكون مديك الفلوس دي مالي وانا بقول لك الى حين، نعم يعني كان حصلت معايا او حصلت معايا السنين الى حين. ناس مثلا انت بتشتري مسجد بقى، مش بتشتري مسجد صح، بتبني مسجد، فالناس بتديك قرض حسن، القرض حسن لازم يكتب، طبعا يكتب سنه سنتين ثلاثه خمسه الى اخره، ويفضل عشان الاولاد، ان الرجل هذا لو حب يتنازلوا عن الدين للمسجد ولا لا. طيب استكيو في حالة هون مثلا هذا الشخص مثال، يعني جزء من الحالة هي موجودة بأكثر من جمعية غلط، حالة هي يعني مثلا شخص ميسور راح يغير الجمعية حط في صندوق الجمعية كتبها كتبها مثلا كتبها خلاص طيب هلا الجمعية ما في عندها شيء سد، بدها تيجي الجمعية تفرض هنا بقى دي بقى العملية بينه وبين الجمعية شلون بده يأدوا أعضاء الجمعية، هل هو دين شخصي على أعضاء الجمعية الدين عام اللي شلون هو ده هيبقى بينه هو كدين دي شخصين تنازل عنه عشان الجمعية أو المتنازل هترجع دي قرار شخصي ليه هو. طيب إذا ما تنازل عنه هو حر تمام إنه لم يطير بس أعضاء الجمعية المؤسسين لا 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 لا, لا هو ال 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 ال, ال أعضاء الجمعية مش هيدفعوا، يعني مثلا عندنا كذا تسجيل في بريطانيا، أحد التسجيلات اللي هي التسجيل الوقف اللي هو تبقى الجمعية بتاعتك زي مؤسسة، نعم دي تبقى المسؤولية على عضو مجلس الإدارة. التسجيل الآخر إنها بتبقى زي الشركة، تبقى المسؤولية على مين؟ على الشركة نفسها ك ك ك كجهاز صفة اعتبارية كصفة صفة اعتبارية صفة اعتبارية على صفة اعتبارية لو حصل مشكلة يبقى الصفة الاعتبارية ما يجيش أي شيء تاخد أنت بيتي أو تاخد أرضي أو تاخد عربيتي إلى آخره، على حسب التسجيل القانوني بتاع الجمعية نفسها. لكن الناس مش قادرين يدفعوا، الجمعية مش قادرة تدفع الدين، خلاص هيعمل إيه؟ هو صاحب القرار ساعتها، صاحب القرار اللي يقدر يقول آه ولا لأ. أيوة ممكن بس هذا الزلمة ما يسامح حسن إذا كان ولا سامح خلاص انه يعني شرعا هذا يعني بيعني شيء، لو دخلت في شرع ما اسالنيش انا تمام، بس الشيخ عبد الرحمن اسال اي شيخ يكون عنده علم شرعي ربنا شيخ عبد الرحمن تفضل مفيش مشكله تفضل. هو الموضوع الاساسي للعورات اللي اعتصر عنها المنظمات السوريه هو الاساس اللي انشئت على اساسه المنظمه او الجمعيه، هنا عقد العورات، هل هي الأساس هو ردة فعل معين تجاه
حدث معين، ولا هي لا عبارة عن تجمع لمجموعة أشخاص حابين يدخلوا بالعمل المدني ويرتبطوا بالمجتمع اللي هم محيط له؟ هون نحن بتبلش كل العورات بعد فكرة لو الحدث انطلاق المنظمة والجمع. إذا كانت الجمعية عبارة عن تكتل مجموعة أشخاص حابين يعملوا شيء في المجتمع، يوصلوا شيء في المجتمع، هون بتصور إنه هو ما تدخل مجموعة العورات أو تظهر، لأنه الهدف ليس هدف مادي ولا هدف شهرة ولا هدف ولا بس. ولكن لما نحن ندخل اليوم، والله اليوم في تمويل كثير والعالم كلها بتشتغل منظمات، خلونا نسوي منظمة. هون نحن دخلنا بالعورات من أول ساعة. فنحن البداية تبدأ من نشأة المنظمة، وكيفية نشأتها هي بتحدد لك كل العورات، وما تتغطى العورات أبدا إذا كانت نشأتها غلط. ما راح تتغطى، يعني ما راح تتغطى إلا بشيء واحد هو إغلاق المنظمة. أرجع بس الصورة اللي أنا رسمتها دي علشان هتجاوب كنا على السؤال بتاعك وكنا على اللي حضرتك اتكلمت فيه. أكيد أنا العمل الغير العمل الخيري أو العمل المجتمعي من أجل التغيير دي رؤية. أنت اتكلمت قلت في ناس بتعمل جمعيات عشان في تمويل، صح؟ أو في تعمل جمعيات عشان في وجاهة، ها؟ وفي وجاهة المجتمع، وأنا رئيس جمعية وأنا عضو مجلس جمعية إلى آخره. أنا هنا بقول العمل الخيري أو العمل المجتمعي من أجل التغيير بيمر بمراحل، نمشي مرحلة مرحلة. لو أنا عندي فكرة إن أنا من خلال العمل ده هغير المجتمع وحبني مجتمع، هستطيع إن أنا أمشي في كل المراحل دي. دي الرؤية بتاعتك والقدرة بتاعتك والمقدرة بتاعتك. أول حاجة العمل الخيري ده فترة، فترة داخل كل مخلوق ربنا خلق بلا استثناء، حتى الطيور حتى الحيوانات بيحبوا بعضهم وبيحننوا على بعضهم وبيدافعوا. شوف البقر قد ايه بيمسك ال 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 الاسود الاسود ها كله، وبلا يعني الفتره دي موجوده في كل مخلوق. خلاص لما بيحصل في كارثه كل انسان بينفعل، حتى الحيوانات ساعات بتنفعل علشان تنقذ ايه اللي هم الكلاب اللي عشان ينقذوا اللي كان بيربيهم عشان ينقذوا من النار او ينقذوا من الايه من الدمار الى اخره. والانفعال ده فطره كذلك لكل مخلوق كده. تتحول الفطره دي الى عمل، عمل بنعمله. العمل ده بيكون موسمي في رمضان، بيكون موسمي في العيد، بيكون موسمي في دخول المدارس، بيكون موسمي ساعة الحصاد بتاعت الارض الى اخره الى اخره. شوف ده ماشي بالتسلسل ازاي؟ العمل ده بيبقى تقليدي بقى بعمله كل سنه. كل سنه انا عارف ان في رمضان هعمل مشروع لكذا، في الاضاحي هعمل مشروع لكذا، في دخول المدارس هعمل مشروع لكذا، وهكذا. واصبح انا من فطرتي اللي ربنا حطها داخلي الى انه اصبح عمل تقليدي انا بعمله كل موسم. واضح؟ اغلب المشاريع اللي بتقوم بها الجمعيات الصغيره ماسكه 10 او 15 مشروع، ما بينهم الايتام والكفالات والكراسه ومش عارف والكذا، كل الحاجات دي موجوده. بتيجي انت بقى بعد كده هو بتحاول انك تنظم الفكره دي وبتعملها جمعيه. دي راح نبدا احنا نختلف فيها مع بعض. الجمعيه دي عشان ايه؟ عشان تنظم الفكره، وعشان تحاول انها تكبر الفكره وتحافظ على الفكره وتنمي الفكره. الجمعيه مش معموله عشان الخمسه اللي انت قلت عليهم دول عايزين يعملوا جمعيه، لا، جمعيه عشان فكره. الفكره لو الجمعيه انشئت من اجل شخص هتموت، من اجل مجموعه هتموت، من اجل حزب. كتير جدا من الجمعيات لما كان احزابها بيحكموا البلاد عملوا جمعيات وماتت الجمعيات بعد الحزب مراحل. كان الناس بيدوا وجاهه عشان رئيس الحزب ورئيس الوزاره، بعد كده هو راح للجمعيات دي كلها. فتنشا الجمعيه شئنا ام ابينا من اجل الفكره. دكتور الفكره يعني هدف. الفكره اللي هو الهدف بتاعك، يعني انت في عايز تشتغل على المياه، عايز تشتغل على الطب اللي هو التطبيب، عايز تشتغل على الزراعه، عايز تشتغل على الاغاثه، عايز تشتغل على التنميه، عايز تشتغل على تعليم الاطفال، عايز تشتغل على محو الامه. دي الفكره اللي هو الحل. هذا انت بتحاول ايه؟
تتحقق واضحة؟ فالجمعية تنشأ عشان تنظم الفكرة اللي بتعمل الأعمال بقى التقليدية والموسمية إلى آخره. واضح؟ دي ما بتبقاش تاخدها خمس أشهر ولا ست أشهر، أنت بتاخدها سنتين ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين، لأن أنت إيه؟ الفكرة زي البذرة. لما بتبقى شجرة زي الأخ مش زوجته بتخلف إن شاء الله ربنا ينتعها بالسلامة النهارده. الجنين نما في رحمها كام شهر؟ تسعة أشهر. ما تجوزهاش بلد الدخلة هتخلف. حتى في الحيوانات حتى في الطيور كذلك. فلذلك لابد ان الفكره اللي كان يستوي يعودها بتنضج وناس بترعى هذه الفكره زي ما ترعى الدخلة في حول الشجره. انت بعد كده بتنظم الجمعيه بالطرق الحرفيه بقى اللي هو الدستور اللي هو الهيكل اللي هو الماليات اللي هو المشاريع اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا عشان تدخلها في منطق الحرفيه. الحرفية في نظري أنا الشخصي اللي هو القدرة على الأداء ها والإنجاز في الوقت المحدد وتحقيق الأهداف. القدرة على الأداء والإنجاز وتحقيق الأهداف في الوقت المحدد اللي قالك عليه دي حرفية. مش هديك محاضرة فيها. أنت قلت لي والله أنا عايز منك 100,000 دولار هعمل مشروع يخدم 5,000 طفل يتيم في المنطقة الفلانية دي والعائد هيبقى ألف وبه وجيم وده من أهداف هنفذه في 6 أشهر أو في سنة. التزامة بمعايير الأداء وتحقيق الأهداف هي دي الحرفية. مش عايزين بقى واحد يجي أو حد يجي يعني يعمل لك محاضرة على الحرفية. بسيطة البساطة فيها إنك عندك هدف وعندك ميزانية وعندك مشروع وعندك طريقة في الأداء وعندك إيه تلاقي في قياس الأثر بتاع اللي هو حتى الأهداف دي الحرفية. مين اللي بيعمل الجمعية يا شباب؟ مين اللي بيعمل الجمعية؟ أعضاء الجمعية صح؟ عندك ممكن تكون أنت عندك مثلا جمعية عمومية فيها 100 أو 50 أو كذا أو كذا أو كذا، دول اللي بيعملوا الجمعية. المؤسسة هي اللي بيملكها المجتمع وليس فقط أعضاء الجمعية. بمعنى المؤسسه بتفتح ابوابها لو الجمعيه اذا اردت تتحول من جمعيه الى مؤسسه فلا بد من خلال الحرفيه ان تفتح الابواب لاحسن من هم موجودين في المجتمع. وهنا بيحصل التتالي او التوالي في الادارات سواء كانت ادارات تنفيذيه او ادارات مجلس اداره الى اخره. لكن لو احنا كفائنا على انفسنا فقط وقلنا احنا الخمسه واحنا العشره واحنا العشرين تحضير الجمعيه مش حرام، لكن الاداء لن يطلع لن ينمو الى المؤسسيه اللي بتتكلموا عنها. بتتكلموا عن كلمه مؤسسيه للانستتيوشن. الانستتيوشن لما بتتكلم عنها في المؤسسات الكبيره اما تكون ملك العائله او اما تكون ملك المجتمع. يعني مثلا بيل جيت لما جه عمل نفسه مؤسسه اسمها بيل جيت فاونديشن. هي بالرغم من الفلوس فلوسه إلا أنه ملكها لأعلى الإدارات وأعلى الأشخاص في المجتمع عشان يديروها. لذلك واستطاع لما كان عنده مبلغ معين وضعه فيها إن المبلغ ده يجذب مبالغ أكبر منه فيما بعد. وتسعى إليه الجمعيات في العالم كله وتسعى إليه الدول عشان يعمل معاه شراكات. فدي جمعية بتاعت فرد لكن استطاع إن هو يحولها لمؤسسة يملكها المجتمع الأمريكي من خلال السياسات اللي وضعها ومن خلال الانفتاح على الاخر. وان اردت ان انت جمعيتك تتحول لمؤسسه وتكبر تشوف احسن من في المجتمع من اعضاء مجلس اداره، احسن من في المجتمع من موظفين بغض النظر عن خلفياتهم المتباينه من اتجاه ده او من اتجاه ده او من اتجاه ده، ممكن يكون في حسن الاداء من اجل تحقيق الهدف او تحقيق اهداف الفكره اللي بنتكلم عنها. واضحه؟ سؤال؟ في سؤال؟ أنا بتكلم عن عامل إحنا هنتكلم عن بعض العورات في الأول، تحديات، وده تحدي، ده تحدي، وده تحدي، وده تحدي. بس أيوه الفرق بين الجمعية والتنظيم والمؤسسة. لا الجمعية هي تنظيم يعني. هي نفسها. يعني أي مؤسسية.
يعني انا كتبت بس التنظيم دي اللي هي نفسها الجمعيه يعني بس انا يعني ليه لان الجمعيه بتنظم العمل التقليدي والعمل الموسمي. طب هي بين نفسها مؤسسه كمان المؤسسه بقى الفرق بينها من الجمعيه ايه؟ ان ملكيه المؤسسه المجتمع بحيث ان المجتمع يعطيها احسن ما عنده لما تيجي تختار اعضاء مجلس اداره تعمل اعلان انا عايز عضو مجلس اداره يكون متخصص في الاعلام انا عايز عضو مجلس اداره يكون متخصص في المحاسبات والماليه انا عايز عضو مجلس اداره يكون متخصص في السياسه او في الاقتصاد او في الاستثمار او في الحاجات دي كلها فلما الناس اللي عامه المجتمع السوري او المصري او السعودي الى اخره يروا ان الشفافيه والافتتاح ده موجود هيجي لك احسن من في المجتمع ويقدم على مسؤوليه ان هو يكون عضو في مجلس اداره الجمعيه دي ويديك خبرته ل 30 سنه او 40 سنه او 50 سنه بيكون وصف وظيفي زي الموظف اللي عندك بالظبط بيكون وصف وظيفي زي الموظف بيكون لمده مده محدده بس عضو مجلس اداره بس عضو مجلس مده محدده انا والله كل 3 سنين هعمل اعلانات واجيب ناس جداد الى اخره وده اللي هنتكلم عليه هل بالحاله هي في بنيه المؤسسه على اساس يعني وظيفه ما على اساس هدف يعني البناء بالنسبه للكادر الهيئه الاداريه للمنظمه اللي هي مجلس الاداره؟ نعم اذا بنيناها من الاختصاصات فنحن ما بنينا بالهدف يعني لا انا كمل حسام نعم يعني بعد الكادر الاداري نحن نبدا بالمكاتب حسب الاختصاصات حتى من اجل ان يكونوا موظفين انا هوضح انا ممكن يكون انا كلامي مش واضح انا ومؤسستي بترعى الايتام خلاص دي الفكره الهدف خلاص الاعضاء المؤسسين لهذه المؤسسه كلها لازم يكون عنده نفس الهدف ولا ده بالتحديد خلاص بعد النقطه الثانيه الموظفين هم نجيبهم بالاعلام والبيانات والتوزيع على حسب الوظيفه نعم على حسب الوظيفه دي ما فيش مشكله فيها انا بتكلم عن ايه دلوقتي؟ انا بتكلم عن ان الجمعيه بتاعت الايتام دي تحولت لمؤسسه اكبر من الجمعيه نفسها فالمؤسسة تحتاج كوادر تختلف عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية. بتعلن عن إن أنت في مؤسستك اللي هتدفع فيها 50 مليون أو 30 مليون أو 40 مليون أو 20 مليون على الناس في مجلس الإدارة يفهموا في الحسابات. الفكرة ما اتغيرتش. الهدف ما اتغيرش. لا بس خلينا نوضح حاجة. لا الفكرة اتغيرت ولا الهدف اتغير. واضح؟ نعم. هي أيتام. هي ايتام وخلاص. انا هقول لحضرتك حاجه، في التسعينات كان ادائنا في الاغاثه الاسلاميه يختلف عن فيما بعد. المناخ السياسي اللي موجود في الثمانينات يختلف عن المناخ السياسي اللي موجود في التسعينات، يختلف المناخ السياسي اللي موجود بعد الالفيه وبعد 11 سبتمبر، يختلف المناخ السياسي اللي موجود بعد حرب على الارهاب دلوقتي. فانت عايز في وقت من الاوقات ما كانش عندنا اداره اسمها اداره العلاقات الخارجيه، ها؟ ما كانش عندنا اداره اسمها اداره الدفاع. عن حقوق الفقراء دي ما كانتش موجودة واحنا هنا ما كانتش موجودة ده المناخ كان عايزها ولا وجودها انتوا بتتكلموا دلوقتي عن بعض الأمراض اللي حصلت بعد الحروب دي من 30 سنة أو يعني أول مرة في حرب كوريا أديك المثل جت واحدة بنت للدكتور كل يوم تخش عنده تقول له ممكن اكشف يبص عليها ما فيهاش جرح لان قدامه بقى اللي بيجوا اللي مجروح والرجل مقطوعه واللي فمنشغل الدكتور بناس عندهم شيء ظاهر قدامه ان هو مشكله طبيه عميقه جرح او اولى ظاهر بعد اسبوع يا رب دي انتحرت ليه؟ لانها كانت مغتصبه ده مش قادر تقول قدام الناس انها مغتصبه فجت مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره والدكتور منشغل لانه مش بيهملها لانه قدامه اشياء ثانيه ظاهره قدامه. الامراض دي بتاعت السوشيال اللي هو سوشيال سبورت للاطفال بدات في غزه عندنا. من 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 القصف اليومي والعشوائي الى اخره وبعدين بدات في البوسنه في التسعينات كذلك.
مستمرة في لبنان في السبعينات، ولما كان عندكم في سوريا، ما هتخرج دلوقتي وعلى في اليمن. تعالج الجيل ده بعد 20 سنة هتلاقي في أمراض تختلف تماما عن اللي أنت كنت بتعمله من 20 سنة في الثمانينات. يعني معنى كده هو إن أنت في مجلس إدارة ومجلس تنفيذي هيكون عندك، في مجلس تنفيذي هيكون لك برامج للطب النفسي. في مجلس إدارة هيكون ناس فاهمة يعني إيه هو الطب النفسي. مع ذلك أنا مش هحاول أجيب مثلا جزاهم الله خير مشايخ، أنا أبويا شيخ ولا متخرج مثلا، مش هحطهم كلهم مشايخ. لازم يكون في متنوع من الأصحاب المهن المختلفة التي تستطيع أن تبني الجمعية وتحمي الجمعية، سواء كان في مجلس الإدارة أو المجلس العلوي أو في مجلس التنفيذي، عشان بس تبقى الأمور واضحة. دلوقتي احنا مثلا كنا بنتكلم مع مع المكتب بتاع الإغاثة في كندا، نما نمو سريع جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وصل في أقل من 10 سنين ل 50 مليون. في احد الجرائد اليمينيه المتطرفه يعني متوليه تدمير المكتب هناك، فلما راحوا لاحد المحاميين فبيبص على الهيكل الداخلي للمؤسسه، قال لهم انتم ما عندكوش قسم علاقات خارجيه وانتم مؤسسه دخلها 50 مليون، انتم عندكم حاجه غلط. قسم العلاقات الخارجيه مش قسم العلاقات العامه. انا بروح عشان اقول للحاج فلان دي اشياء واضحك له ابنه ورده وكذا، لا، قسم العلاقات الخارجيه هو اللي بيحمي المؤسسه من الخارج، بيحضر مؤتمرات، بيبعت رسائل، ليه منظومه كبيره ممكن نتكلم لوحدها اكسترنال ريليشن ديبارتمنت. فالموضوع ده حصل معايا في 2002 وانا مسجل في كندا، ايتام وكذا. قال لي عندك ملف تاني؟ قلت له في ملف تاني. قال لي وريهولي ملف بقى في الصور. احنا قابلنا مين؟ قابلنا الملكه، قابلنا الوزير، قابلنا رئيس الوزراء، قابلنا امير، قابلنا كذا. قال لي هو ده اللي انا عايزه. كله بيجيب مشاريع، انا مش هروح الايه السودان ولا سوريا ولا مصر اشوف مشاريع، انا عايز مين اللي بيحط ايده في ايدك وبيسمحوا له انه يسلم عليك. يبقى انت معناها امنيا عديت المراحل بتاعت الشريط ايه؟ قص الشريط الاحمر. ده معناها انا خدت خارجيه. فده كل ما بتكبر المؤسسه وتنمو بتنظر لاعاده هيكله المؤسسه من الداخل بما يتواكب مع متطلبات العصر. احنا في قسم دلوقتي اسمه قسم ايه؟ قسم حمايه الاطفال. البروتكشن في قسم اسمه قسم ايه؟ اللي هو الجندر النوعي. في قسم حمايه المراه او العنف ضد المراه، ده ما كانش موجود من 20 سنه. اصبح اللي بيمانح الدوله او الحكومات تقول لك انت عندك وليه كده الهيكل اللي عندك؟ ما عندكش دول، طب انا هديك فلوس ليه؟ فالمانح بيفرض سياسه معينه وفق متطلبات الحاجه المجتمعيه اللي في المجتمع اللي هو المجتمع محتاج. فبالتالي انا بضطر ان انا وانا ماشي يبقى الهيكل بتاعي مالي واضع فيه كل هذه الاوضاع، سواء كان على مستوى مجلس الاداره اللي هو بيرشدني او على مستوى المجلس التنفيذي. انا اديك مثلا احدى المؤسسات الكبيره في لندن اللي هي تعتبر عمرها 60 سنه او اكثر، مؤسسه تجميعيه اسمها مؤسسة الطوارئ الدولية، بتعمل بس نداءات أثناء الكوارث العالمية، تسونامي، باكستان، زلزال، هايتي إلى آخره. المؤسسة دي أسست في الستينات. أعضاء مجلس إدارتها بيتقسموا كالتالي: واحد من كل فيها، خلاص؟ 30% من أعضاء مجلس الإدارة مستقلين. رئيس المؤسسة مستقل. أقولها تاني. عندك المؤسسة فيها 13 أو فيها 17 أو 18. كل جمعية ليها عضو مجلس إدارة واحد.
علشان الشفافيه لا يكون رئيس المؤسسه دي عضو من اعضاء اي في مثلا 10 جمعيات او 15 جمعيه. خلاص احنا قلنا هيبقى مجلس اداره اعضائه 9. التسعه دول منهم 3 من خارج اللي هم اعضاء الاتحاد اللي هم العز. الناس ما كملتش الصوره دي. بالنسبه شفت العورات وصلتنا لايه؟ عجبتك عورتي؟ طبعا هم الله يجزيك خير التعلم الاخطاء اكثر من التعلم من الصح. بس انا سؤالي الاعضاء اللي نحن بدنا ندعيهم مثل ما تقول حضرتك ليكونوا هم اعضاء مجلس الاداره. وانت لا عاد تعتبرهم موظفين ولا عاد تديهم شيء ولا وانما هن شخصيه اعتباريه. دول مجلس الاداره. كيف ساحاسب هؤلاء الاشخاص؟ باعتبار عملهم تطوعي. انت قبل ما تعمل يعني انت دايما في المرحله الاولى انت بتنتقي عشان بس نكون احنا واقعيين. وانت بتاسس الجمعيه بتحاول تجيب 5 أو 6 أو 7 أو 10 تنتقيهم وتكون فاهم ان هم ايه فيهم بعض الخصائص او المواصفات الشخصيه اللي هي تقيم جمعيه. بعد كده بتحط القانون الاساسي للجمعيه. او القانون الاساسي للجمعيه ده هو اللي بيديك الصلاحيه في تغيير مجلس اداره كل حين. يقول كل سنتين، يقول كل 3 سنين، يقول كل 5 سنين. ويديك صلاحية رفض أو إقصاء رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة إذا عمل مخالفات. ده بالنسبة للكبار. وكذلك بالنسبة للموظفين. يعني الفضيحة اللي حصلت لأوكسفام السنة دي في شهر يناير أو فبراير دي حصلت من سنة 2010. صحيح؟ ده الاتهام بالدعارة والحاجات دي كل المعهد الموظفين عملها. واوكسفام قدمت التقرير 2011. فانت جاي بتناقش في 2018 يبقى في ايه؟ شيء مش مظبوط يعني. كان المفروض ترجع ل 2011 او 2012 والحكومه ما تتحججش انها ما عندهاش امكانيات لان انت جايبني في قضيه دعاره. دعاره. عشان كده في يوم من الايام عملت محاضره لجنه الدفاع فقط على اوكسفام لان انا قلت لهم ان الامم المتحده موظفينها في البوسنه كانوا مشتركين في بناء شبكه دعاره. ايام الحرب بتاعت البوسنه. الامم المتحده في دي ار سي اللي هي الكونغو كانوا مشتركين ايضا موظفينها ولقوا ان في شبكه فيها 500 فتاه من سن 13 سنه. فانتوا بس جايين على اوكسفام وتجلدوها طب ما تجلدوا نفسكم. الجيش اللي هم البلو بيريز اللي هم البلو وبعض الزرقاء معروف انهم بيعمل بعضهم بيعمل اما انهم بيروحوا لشبكات الدعاره او اما ان بعضهم بيشتغل في شبكات الدعاره. فالامر ده لما تيجي تبص له لابد انت يكون عندك في القانون الداخلي بتاعك ما يسوغ لك انك ترفدني انا كرئيس مجلس اداره بالحسنى او بالسوء. يعني هن الحكم تحت رقابه الهيئه العامه. لو كانوا منتخبين من الخارج بغض النظر لو في جمعيه من جمعياتنا ازيل مجلس الاداره بتاعها بالكامل منذ سنتين. ليه؟ لان بدا بعض الموظفين يشتكوا للهيئه الرقابيه دي. الهيئه الرقابيه بدات تكلم اعضاء مجلس الاداره يعني تكاسلوا مش عارف ايه سنه اثنين ثلاثه وفي الاخر لا هم طالعين قرار فصلوا 20 واحد وعينوا 7 أو 8 اعلنوا عنهم جابوا محامي يكون هو مسؤول عن اداره المجلس في الفتره الانتقاليه ومن خلال المحامي ده بدا يعملوا اعلان عن من يدخل وينتخب في مجلس الاداره واختاروا مجموعه من الناس. المحامي ده بقى اختار مجموعه من الناس عشان هم يبصوا في الطلبات الاعضاء المقدمين نفسهم لعضويه مجلس الاداره. واضحه؟ فشلوا، بل بالعكس المفوض العام دلوقتي او الهيئه الرقابيه دي عندها الصلاحيه انها تقول ان انت لا تصلح او انا لا اصلح لان اكون عضو في مجلس اداره اي جمعيه خيريه على الاطلاق. وعملوها بعض الجمعيات لغير مسلم. من غير ذكر الاسماء. قالوا ده وده وده ودي ده يمثله في اي جمعيه على الاطلاق. شفت ماشي المؤامره ازاي؟
هنا المؤسسات اللي احنا بنتكلم عنها دي مش م- 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 مش بوق مش محاضره مش تسميه ابدا، هي اداء. لان المؤسسه دي عشان نختم بس، انا طولت عليك مش كده؟ نعم لسه آه لا الساعه كام دلوقتي؟ من 10 دقائق. اوه ده طولت قوي. لان المؤسسه دي انطلق للصناعه المجتمعيه. يعني ايه كلمه صناعه؟ لما نتكلم فيها انا مش عارف والله ما عارف اورف ولا غاء ولا فين. كلمه صناعه معناها ايه؟ سكرني هو عششني ينتج اذا بطل النكت اللي بعد الساعه 10 دي اللي هي بعد الظهر ان شاء الله. اندستري اللي هو ده اندستري. شكرا. صناعه يعني ايه؟ لما اقول لك حاجه دي صناعه يعني ايه صناعه؟ يعني وجود مخرجات حقيقيه على الارض اللي هو السيارات مثلا او المواصلات. المواصلات صناعه صح؟ انواع المواصلات المختلفه زي العربيات والطائرات وكذا وكذا وكذا. فالمواصلات كصناعه ده شيء كبير جدا بيخش فيه صناعات اصغر منه. تحت الصناعات الاصغر منه بيخش فيه ايه؟ مصانع. وتحتها بيخش فيه المهندسين والمصممين والحرفيين والعمال. من بحواليه بيخش فيه الاسواق. وشوف كلمه صناعه معناها ايه؟ ايوه. فالعمل الخيري لو انت بتبصله على منظومه صناعه المجتمع يبقى ما فيش خرم في المجتمع ان انت ترى انك من خلال هذا الخرم هتخدم المجتمع. لو انت بصيت وانت بالفطره هنا هو هتستطيع انك تصل. كيف كان وانا عند البقر امبارح؟ البقر كان فين يا حماده؟ البقر كان البقر اللي احنا كنا معاه امبارح بالريحانيه بفسطونه وسفتونه القريه اسمها ايه؟ العفصه. العفصه كنا في عند العفصه ربنا كان في معانا 30 بقره وتور. بسم الله ما شاء الله. تور برضه ما فيش فايده ماشي وانا حتى ما اتكسبش مننا وكان برضك عايز يعمل حاجه كده على الصبح يا ابن ال... المهم ربنا. الصناعه معناها ايه؟ معناها ان انا عايز اغير المجتمع. فانا مشيت من الفطره بقدرتي من خلال هذه المسيره ان انا اعمل صناعه تغيير المجتمع. تغيير المجتمعات مش سهله، مش حدوته، مش محاضره، مش خطبه، مش موعظه. تغيير المجتمع اداء وسنين ممكن انت تبدا بالفكره والفكره تنجح بعد 30 سنه او 40 سنه او 50 سنه. كنا عم نتكلم طاقيا او الامس عن ايه؟ عن الاكاديميه بتاعت النبذه الاسلاميه بدات كفكره في سنه 2004 لصناعه قيادات في الاغاثه الاسلاميه. مش الإغاثة الإسلامية فقط، للعمل الإنساني كله، لأن كان أغلب اللي بيجوا لنا من مؤسسات للخارج ما يصلحوش. كان يقول عنده حرفية كده لكن ما أنا صح تربيت بطريقة غلط، وأنا غلطان. بدأت تتنفذ الفكرة دي بعد 10 سنين سنة 2014. قبل الإدارة فيها حاجة أكاديمية عندكم بالعربي؟ قسم تجارة؟ قسم يتحول إدارة. الإدارة تحول إلى إيه؟ اللي هو الديفيجن، اللي هو الديفيجن بنسميه إيه؟ الأعلى من الإدارة. قطاع قطاع. قطاع قطاع. والقطاع يتحول لجمعية. اتنفذ وجه الشخص اللي بقى هو يبقى مسؤول وقف وتحول لكذا ولكذا 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 سنة 2000 أو 2001. بدأ المسيرة سنة كام؟ 2000 أو 2001. اتحول داخل المؤسسة في 2017 إلى جمعية مستقلة اسمها الوقف. ومش معنى إن فكرتك صالحة إنك هتزعل دلوقتي وهتنبذ دلوقتي. من 2001 خد دخل في الطور والعجم وكذا ونجحت وفشلت ونجحت وفشلت ونجحت، لأن أصبحنا دلوقتي نرى إن الوقف يعتبر شيء حيوي لأي مؤسسة في العالم. انت دلوقتي من حقك انك تروح تجمع مال للوقف كوقف. خلاص؟ للوقف يعني الوقف منظمة مؤسسة؟ لا، حتى لو كان داخل الجمعية بتاعتك انت تقول والله انا هجمع المبلغ ده
واعمل عقار وقف للجمعية، أو لو عندك قدرة إنك تحول المال ده لجمعية أخرى أنت حر. خلاص؟ ومن حقك إنك تقول للمانح إن أنا هاخد من كل تبرع بيجي لي مثلا 1% أو 2% أحطه في صندوق الوقف. بس تخطر المتبرع. الكلام ده بيحصل عند مين؟ أنتوا تحديكم يا إخوانا إن أنتوا مؤسسة ملهاش قاعدة شعبية مستقرة. اغلب قواعدك الشعبيه من خارج الوطن السوري. يعني ف وكلها تيجي بالمشاريع والمواسم الى اخره. لكن لو انت كان عندك مؤسسه عايشه على قاعده شعبيه مستقره حتى لو كانت في الغرب زي المؤسسات الاسلاميه اللي نشات في الغرب دي، المسلمين وغير المسلمين بيدوا اموال، اموال لمشاريع، ممكن يعطوك اموال للاوقاف. ممكن تقول لهم داخل كل دولار او داخل كل جنيه او داخل كل يورو انا هاخد 1 أو 2% من كل دولار احطهم في صندوق الوقف. في منهم هقول لك اه، في منهم هقول لك لا. لكن طالما انت اخطرت، لان الوقف بيتبنى ازاي يا اخ زكريا؟ زكريا انا بنتي اسمه زكريا تقريبا. ف بيتبنى في سنين. يعني احنا اول مبنى اشتريناه لغزة الاسلاميه كان في 91، كان ب 335,000 دلوقتي بقى اكثر من 1.5 مليون. وبعدين اشترينا مبنيين تاني داخل نفس المدينه، وبعدين اشترينا مبنى في لندن، واشترينا مبنى في منطقه ثانيه. غير بقى ان فرنسا اشترت، وبلجيكا اشترت، وهولندا اشترت، والمانيا اشترت، وامريكا اشترت، وكندا اشترت، ومالي اشتريت، والبوسنة اشتريت. فلما تحسب كل العقارات دي كلها حتى لو هي بتوفر الإيجار، هتلاقي أنت عندك عقارات بدأت من 335,000 جنيه في سنة 1990 إلى 30 مليون أو 40 مليون دولار دلوقتي. يعني الدكتور المقصود بالصندوق الوقف هو استعماله بمشاريع استثمارية لتنمية مع مشاريع وقفية، أنت بتعملها زي ما أنت عايز، أنا مش هتدخل في منظومة الوقف. انا قلت لك بدأت ب 305 يعني نص مليون دولار في 91، دلوقتي لو انت تيجي تقيم الاصول دي كلها مش اقل من 30 مليون دولار. بس في كام سنة؟ 25-26 سنة. كان عندها اوقاف دخلت على 40 مليار. الاظهر اوقافه اللي اممت كان عنده فقط من الفدادين المصرية اللي هي كل فدان 4200 متر مربع 146,000 فدان في منطقة الدفا. وهو بتقول ملكية عامة هي للأزهر بالنسبة للمؤسسات، ملكية للمؤسسة أو المؤسسة.